صحيه او ده حيوان بالنسبه للطفل هو مش فاهم هو بيتذبح ليه. لسه وطبعا احنا هنتكلم تفاصيل اكتر ازاي نفهم الطفل كل حاجه. ومش بينسوها بسرعه يا جماعه، بتفضل في الذاكره عندهم، فاول مره شاف فيها الذبيحه بتتذبح ما بينساهاش ابدا طول عمره. ده بخلاف بقى انه الطفل بطبيعته بيتعامل مع الحيوانات الاليفه انها صديق ليه. تخيل بقى هو عنده قطه ولا كلب وفجاه يلاقي الخروف بيتذبح، هو مش متفاهم طبعا انه دي شيء حلال ومسموح بيه، ولكن المفروض طبعا احنا نفهمه. ده زي مثلا ما بيقولوا اساتذه علم النفس، هيقلل من شعوره بالامان. تخيلوا لو شاف الذبيحه بتتذبح قدامه شعوره بالامان واحده واحده هيبدا يقل. علشان كده لو كان طفلك اقل من 12 سنه يبقى لازم تمنعيه انه يحضر لحظه الذبح، حتى لو فوق ال 12 ما تجبريهوش. اساليه الاول حابب تيجي معانا واحنا بنعمل الاضحيه، احنا بنذبحها، ويا ريت الاب كمان اللي يقوم بالدور ده يشوف هيكون افضل، عشان هيشجع الطفل ان هو يقف معاه. لاننا لو خليناه يحضر الذبح غصب عنه الموضوع ده هيجي عليه بنتيجه عكسيه نفسيا، هيدمر نفسيه الطفل. ما ينفعش اجبره انه يقف وانا بقطع الذبيحه، ما ينفعش. اساله الاول. انا من رايي لابيس نعمل ايه بقى؟ لازم نمهد للاطفال ونشرح لهم الهدف من الاضحيه ايه. صحيح. ونجيب القصه بتاعه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، صح، نفهمهم ونفهمهم القصه. صح. عملت ازاي وربنا نزل اضحيه من اجل فادوا سيدنا اسماعيل، فلازم نفهمهم واحده واحده. صحيح. وازاي يتقبل الدم. وبعد كده بعد ما نذبح هنوزع اللحمه على اصدقائنا وعلى الناس المحتاجين، كل الكلام ده هنفهمه، انه ده اساسه الخير وانه دي شعيره. احنا لو فهمناه كده لميس واحده واحده وهنوديه صلاه العيد الصبح. صح. قبل الذبح ودي صلاة العيد معانا ونفهمه كويس قوي، يجي بعد الذبح يبقى ممهد وعنده فكره ايه اللي هيحصل. صحيح. احنا بنضحي ليه؟ عشان كذا كذا كذا. مطلوب من كل مسلم لازم يضحي حسب امكانياته، عاقل وبالغ لازم كده. يضحي كده نفهمها له واحده واحده، واللحمه دي هتروح فين؟ صح. هتروح لجيراننا واصدقائنا والمحتاجين واحنا، فنفهمها له، وهو يبقى بعد ما نذبح يروح معاكي برضه وانت بتدي الاصدقاء والجيران والمحبه بين الناس وبعضها. صح صح. ولازم كمان يفهموا ان دي شعيره مرتبطه بعيد الاضحى، واننا نعمل كده علشان نشارك الحجاج فرحتهم بالعيد وشعائر الحج. بالظبط كده. يعني احنا نفهمهم تفاصيل. انت شفت الضيفه امبارح بتقولك انا بشارك ابني كل حاجه، بس بحكي له انا بعمل ده ليه الاول. بالزبط. وسببه ايه الاول. هو ده اللي احنا بنقوله لهم النهارده، يشرحوا لهم كل حاجه عن الحجاج وعن عيد الاضحى وليه بنضحي، وبعد كده نبدا نشاركهم الاضحيه وذبح الاضحيه. هل بقى يا لميس نبدا وهم صغيرين قوي نخليهم يشاركونا واحنا بنوزع اللحمه؟ بص يا شيف، هي فكره توزيع نفسها، فكره توزيع اللحوم والخير دي يعني مش مرتبطه بسن معين، ممكن قبل 12 سنه يقدر يوزع اللحمه عادي معانا، علشان حتى نشيل منه فكره خوف من الذبح والدم زي ما احنا بنقول دلوقتي اللي بتبقى مسيطره عليه بسبب موضوع الذبح ده، او انه يبقى مثلا علمته حاجه جميله وانه يتعلم فعل الخير وتوزيع الخير معايا وياخد معايا العلب بتاعت اللحمه ويبدا يوزع معايا للناس، يبقى متعلم من صغره انه يعمل خير، انه هو عايز يسعد غيره. المشاركة حلوة دي. لا حلوة، لا ليها فوائد كتير. ما احنا لو بدأنا كده ونمهد له بعد كده. صحيح. ان في ذبح ونجيب له القصة بتاع سيدنا ابراهيم، هو واحدة واحدة لما يكبر هيبقى لازم هيقف بقى مع باباه وهو بيذبحه، ده هيكون وزي ما اتكلم